إذن تختتم فعاليات الدورة السابعة لتلف تروفيو مدينة الكاس، وذلك بتتويج قدماء المغرب الكاسي. للمدافعة المغربية دائما ضمن فعاليات الدوره السابعه لتروفيو كناس، المقابله النصف النهائيه الاولى والتي جمعت المغرب الفاسي وخدماء النادي الكناسي تنتهي بالتعادل 3 أهداف لمثلها، وبالتالي الفريقان يلجأان الى ضربات ترجيح. صحكم.
لفريق فرينزي البرتغالي فليتفضل ممثل الفريق ويسلمه الدرع اللاعب ادريس فديدي اللاعب الدولي ادريس فديدي فليتفضل مشكورا يتفضل ممثل فريق علماء نهضة بركان والمولودية الجديدة حائز على المرتبة الثانية الدرع فهنيئا لنجاح هذا الدوري المتميز هنيئا ابو شون سوري للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.